الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على نبينا محمد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وهذه حلقة جديدة في برنامجكم وهو بعنوان أفتوني في رؤياي. والرؤى اليوم حقيقة التي تلقيناها رؤى كثيرة عبر الموقع وعبر رسائل الاس ام اس، وسنتكلم ايضا اليوم عندنا شيء جديد وهو رؤى عبرت فوقعت. اتصل بي بعض الناس ايضا جزاهم الله خير واخبرونا عن بعض الرؤى التي عبرناها لهم فوقعت بفضل الله تبارك وتعالى، وذلك الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. من الرؤى العجيبه التي تلقيناها اليوم هي امراه تتصل تقول امي رات ابي وهو يصلي واضعا يديه على صدره، فقال لها قبلي يدي، فقالت على ما اقبلها. فان صدقت هذه الرؤيا والعلم عند الله فان هذه المراه في جفوه مع زوجها المتوفى على خلافات ماليه، وكانه يقول لها ان لي نعمه عليك بعد الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل قد اصاب منها مالا من غير وجه. وبالفعل قالت هذه البنت إن أبي تزوج بامرأة منذ 10 سنين، وقبل وفاته بسنة كتب لها نص البيت ومات، والأم تدعو عليه الآن، زوجته تدعو عليه لأنها تقول لقد ساعدته في بناء هذا البيت حجرا حجرا، ثم بعد ذلك تزوج علي ويكتب نصف البيت لامرأة أخرى، ليته أعطاني حقي وفعل في البيت ما يريد. فنقول يا اخوان يعني الظلم ظلمات يوم القيامه، عسى ان يتقي الله عز وجل ويعلم انه في هذه الدنيا مفارق عما قريب. هذا الله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.